خيط رفيع إلى البيت الأبيض، تواصل المرشح الجمهورية نيكي هيلي التمسك به، لكن ترامب مصر على تقطيعه. فعدم انسحابها بعد خسارة نيوهامشير لم يتلقفه الرئيس السابق بطيب خاطر، غضب ترجمه أولا بتحرك لخنق تمويلها عبر استبعاد استباقي لداعميها والمتبرعين لحملتها من معسكره. الضربة الاستباقية عللها ترامب بخبرته في المعايير السياسية، فالممارسة الأكثر شيوعا للمانحين تتمثل بإعادة توجيه مواردهم نحو مرشح الحزب الأوفر حظا وفق تعبيره. أما هيلي المصرة على المضي قدما بمشوارها المتعثر، استكملت معركة التحدي من ساحة التواصل الاجتماعي بمنشور تحث فيه المؤيدين على المساهمة طبعا في حملتها، وتفاخرت بجمعها مليون دولار من تبرعات صغيرة لا تتعدى 200 دولار خلال 24 ساعة من انتخابات نيو هامشير. تهديد ترامب وهامش فوزه في ولاية غرانيت أخمدا حملة هيلي التمويلية وقللا من حظوظ جلبها للمانحين. فقرارات بعض المليارديرات بدأت تنقلب، مانحون انسحبوا وآخرون أيضا فضلوا عدم إلقاء أموالهم في جحر الفئران، كالمؤسس المشارك لسلسلة متاجر التجزئة الأمريكية هوم ديبوت الذي عدل عن هديته الكبيرة لهيلي. أما الملياردير ريد هوفمان أيضا بدوره أغلق محفظته وأوقف تمويل حملتها مؤقتا بعد النتائج المخيبة، علما بأن هوفمان قدم مبلغا مكونا من 6 أرقام لهيلي ولكن سابقا. Who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory? She did very poorly, actually. This race is far from over. There are dozens of states left to go. USA! 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 Ron came in second and he left. She came in third and she's still hanging around.